السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء وصديقات قناة تفرح أم البنين. اليوم ونزولا عند رغبتكم أنا عند الجزار اللي الكريان أنا ديالو اللي كنشري من عنده البقري. طرحت لكم فيديو ديال كيفاش كنجمد الكفتة وسولتوني العديد منكم مشالي في الخاص من ساكنة العيون كيقولوا لي منين كتشري اللحم ديال البقري. أنا اليوم عند الجزار اللي هو السي عزيز مجزرة موغادور في شارع مكة، وهذا هو المحل ديالو. كيبيع الغنمي وكيبيع المعزي وكيبيع اللحم البقر. الحقيقة أنا اللحم البقر ما كنشري عند حد، شما هو عنده هو، والكفتة عنده بشكل تبارك الله زين، كتشوفها طحنها قدامك، بغيتيها بالقوام بغيتيها بالأقوام، مسائل زينة. حتى بالنسبة للفرسن ديال البقري كنشريه من عنده، مسائل نقية وزينة، وحتى ريوس الغنمي والمعزي نقبضهم عنده. الجودة والإتقان والنظافة أهم من كل شيء. هذا هو المحل ديال المجزرة اللي كنشري من عنده. خسرت نشارككم هاي الحلقة. بالنسبة لعنده مسألة ثانية هون قط عدلتها في الفيس، من ساعة عدلت القناة ما قط عدلتها. غادي نعدلكم حلقة خاصة إن شاء الله على الفوفيلي اللي كيعدل تبارك الله زين وجودته زينة. إذا هذه هي الحلقة ديال المجزرة ديالي اللي كنشري من عندها البقري. اللي عجبتكم الحلقة ديال اليوم عدلوا لي جيم وأبوناو في ماشين وني بكم ومهباس، وأنا مخلي لكم لادغيس ديال المجزرة، مجزرة موغادور شارع مكة. وني بكم ومهباس إلى حلقة قادمة إن شاء الله. بالنسبة أعطيني هذا الفرسن، أعطيني كيلين من هنا. نعين عندكم مشتريات اللي نشري من عند الجزار ديالي. أعطيني كيلين من حمل البقري. أعطيني اللحم تن هون يفصل لي الفرسن. بالنسبة للطفيلات اللي كيسولوني عن الصوصيط اللي كان طرحت سمرا كنشريه من عنده، كينطحن الكفتة قدامه وكيعدلها القوام يعدلها المسائل. ما نكذب عليكم، مسائل نقية والجودة عنده ممتازة. ده هو اللي نشري من عنده الكفتة ونشري من عنده كيف قلت لكم الصوصيص، ونشري من عنده لحم البقري. عدل لي شي من هذا الفوفيلي باش انا نشري فوفيلي على حساب القناة باش نعدل لكم حلقة خاصة بطريقة طياب الفوفيلي. اذا هذه هي حلقتي اليوم معاكم مع الجزار اللي موالفه نشري عنده السي عزيز. الى عجبتكم حلقه عدوا لي جيم وابوناو في ماشين، وصدقوني الجوده والاتقان والنظافه عند هذا السيد هذا بدون مجامله. وكليانه عنده منذ زمن، مش حاجه جديده عنده. وني بكم اللي عجبتكم حلقه عدوا لي جيم وابوناو في ماشين، ومهباس الى حلقه قادمه ان شاء الله.